طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأخوات في هذا البرنامج المفيد كي لا نخيب مسعانا. وهذا البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجزي من قام عليه خير الجزاء وأوفى. وفي طيب يا اخوان، سامع طيب؟ عموما احنا هنبدا وهيبقى ان شاء الله البرنامج. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن شهر رمضان المبارك من أعظم النفحات التي يصيب الله عز وجل بها المؤمن. الله عز وجل له في أيام ظهره نفحات. احنا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا معشر أمة الإسلام أن جعل لنا في هذه المحرقة التي نعيش فيها، يعني هذه الدنيا هي بمثابة المحرقة التي يعيش الناس فيها. هذه المحرقة من كرم ربنا سبحانه وتعالى أن جعل لنا مطافئ في هذه الدنيا، أن جعل لنا مطافئ في هذه الدنيا. يعني إيه مطافئ؟ يعني الدنيا ديت محرقة للإنسان، فكثرة هذه الدنيا بمثابة محرقة للإنسان. فربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضله جعل لنا في هذه الدنيا مطافئ لهذه المحرقة. يعني مطافئ لهذه المحرقة؟ لو تأملنا أننا سنجد أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. هذه الصلوات هي بمثابة المطافئ التي تطفئ محرقة الدنيا التي نعيش فيها. يعني هذه الصلاة هي بمثابة المطافئ التي تطفئ محرقة الدنيا التي نعيش فيها. الإنسان من طبيعته أنه يغفل وينسى في ظل سعيه ويعني سعيه الحثيث وراء الدنيا، فالإنسان ينسى كثيرا. فلذلك من كرم ربنا سبحانه وتعالى أن جعل ما يذكر الإنسان بأنه سيرد على الله سبحانه وتعالى، أنه ليس ابن الدنيا وإنما هو ابن الدار الآخرة، أن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا يعني بعض الأمور التي يرتاح الإنسان فيها من هم الدنيا ويعني ومصائبها. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أمور يومية، وجعل لنا أمور شهرية، وجعل لنا أمور سنوية. الأمور اليومية هي الصلوات الخمس. يعني الصلوات الخمس هي كما قلت، إذا اعتبرنا أن الدنيا دي محرقة، فالصلوات الخمس هي ما يطفئ هذا الاحتراق. ولذلك كما ورد في بعض الآثار أن الإنسان يحترق، فإذا يعني صلى انطفأت هذه المحرقة. إن الصلاة بمثابة النهر الذي يغتسل منه الإنسان، يغتسل منه الإنسان، فإذا اغتسل ذهب ما به من أذى. هذا يعني هذا التشبيه هو من
أنفع ما ينفعنا في أن نبعث الشوق لرمضان. طيب، إحنا عندنا كما قلنا الصلوات الخمس هي بمثابة النور الذي يضيء حياة المؤمن في هذه الظلمة، الدنيا مظلمة. طيب، إيه اللي هينير هذه الظلمة؟ الذي سينير هذه الظلمة هي أمور يومية جعل الله عز وجل لنا، هذه الأمور اليومية لا يجوز أبدا الإنسان يتنازع عنها، وذلك الصلاة هي الأمر الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا بعد الشهادتين. يعني شهد الشهادتين فيه خمس أركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج مع الشهادتين. طيب، الشهادتين وبعدهم على طول الصلاة، هي يعني الركن الأول العملي بعد الشهادتين. هذا الركن لا يمكن للإنسان أبدا أن يتنازل عنه تحت أي ظرف يعيشه الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنه، لو كان صحيحا، لو كان سليما، لو كان في حرب. يعني شوف، يعني وصلت أهمية الصلاة، إن الإنسان لو كان في حرب فلا يجوز له أن يضيع الصلاة. ليه؟ لأن كما قلنا إن هذه الصلاة هي ما يطفئ الاحتراق الذي يعيشه الإنسان، الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا. كذلك يأتي شهر رمضان المبارك بمثابة الميزان الذي يزن للمؤمن، الذي يزن للمؤمن حياته في إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب السماوات والأرض. جعل الله عز وجل في هذه الاثنا عشر شهرا، الاثناشر شهر، على جعل لنا شهر وهو بمثابة ما يطفئ المحرقة، كما أن الصلوات الخمس تطفئ المحرقة اليومية، فكذلك رمضان يأتي ليطفئ المحرقة السنوية. الإنسان يفضل طيلة ال 12 شهر يتعرض لبعض المواسم، يتعرض مثلا لعشر ذي الحجة، يتعرض لشهر الله المحرم، يتعرض لشهر رجب شهر حرام، أو لكن ممكن يتعرض لعمرة موسم من مواسم الخيرات. فالإنسان ممكن يتعرض لأشياء متعددة، لكن شهر رمضان هو بمثابة الفرض. يعني صيام عشر ذي الحجة ليس فرضا، صيام شيء من الأشهر الحرم ليس فرضا، العمرة واجبة مرة واحدة مثلا في قول بعض أهل العلم، الحج واجب مرة واحدة في العمر، لكن هذا مرهون باستطاعة وكذا وكذا، وهذا أيضا مرهون باستطاعة وكذا وكذا، لكن الصلوات الخمس لازم الإنسان يصلي. طيب، يأتي رمضان أيضا لكي يكون بمثابة النور في هذه الظلمة السنوية. يبقى احنا عندنا مطفئات يومية اللي هي الصلوات الخمس، وعندنا مطفئات سنوية اللي هي شهر رمضان. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فلذلك كان شهر رمضان في السنة بمثابة الايه؟ بمثابة الذي يطفئ الشيء الذي يطفئ المحرقة السنوية. يبقى الإنسان طيلة السنة يمكن أن يغفر، يمكن أن يسهو، لكن لما يأتي شهر رمضان يجب ان هو يصوم، يجب ان الناس تحرص على الطاعه، ان الناس مقبله على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان. لذلك فان المؤمن يتشوق الى بلوغ هذا الشهر. طيب، ما الذي يبعث الشوق لشهر رمضان؟ يعني ايه اللي يخلينا ننتظر شهر رمضان؟ اولا ننتظر شهر رمضان لتحصيل تلك الفضائل التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شهر رمضان من الأشهر العظيمة، بل رب العالمين سبحانه وتعالى نبه على فضل شهر رمضان وعلى أهميته. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فاختيار الله عز وجل لهذا الشهر تحديدا اللي هو شهر رمضان لكي ينزل الله عز وجل فيه القرآن، هذا فضل لشهر رمضان. واختيار الله عز وجل أيضا لشهر رمضان لكي يفرض فيه الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. فاختيار الله عز وجل أيضا لشهر رمضان لكي يفرض الله سبحانه وتعالى فيه الصيام، هذا أيضا فضل لشهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم كان يحث على العمل الصالح، كان يحث على العمل الصالح في شهر رمضان. كما قلت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في رمضان ما لا يفعله في غير رمضان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل طيلة السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يقوموا بالليل في غير شهر رمضان، أن يقوموا بالليل في غير شهر رمضان فرادى، لكن شرع لهم أن يقوموا في شهر رمضان جماعات، اللي احنا بنسميها صلاة التراويح، اللي احنا بنسميها صلاة التراويح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويعتزل أهله عليه الصلاة والسلام، ويجد في عبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن في شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففي شهر رمضان أو لشهر رمضان من الخصائص ما يجعل المؤمن حريص أن يقبل على هذا الشهر. أيضا كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم يستعدون لشهر رمضان ما لا يستعدون لغيرهم من الشهور، وقال قائلهم أكثر من واحد من السلف كان يقول إن شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الحصاد. يعني كانوا يعبرون عن شهر رمضان بأنه شهر الحصاد. يعني شهر الحصاد يعني شهر، الشهر الذي يجني الناس فيه، الذي يجني الناس فيه ما زرعوه في الأشهر التي سبقته. يبقى اللي زرعوا الإنسان في الأشهر التي سبقت رمضان يجنيه في شهر رمضان، يجنيه في شهر إيه؟ يجنيه في شهر رمضان. طيب، ما الذي يفعله المؤمن قبل أن يقبل على شهر رمضان؟ المؤمن يحتاج إن هو يعود نواعي العبادة أو على العبادة قبل شهر رمضان، عشان خاطر لما يأتي رمضان الإنسان لا يجد نفسه أو لا يجد من نفسه أو لا يجد العبادة شديدة على نفسه، لا يجد العبادة شديدة على نفسه. واعتبر بما يحدث للناس في شهر رمضان، أول ما بيدخل رمضان بيكون الناس عندهم إقبال على شهر رمضان وإقبال على عبادة الله عز وجل، تجد من يختم القرآن كثيرا، تجد من يتصدق، تجد من يصل أرحامه، تجد من يبر والديه، تجد من يفعل الخير، تجد من يقوم الليل، تجد من يحرص على الصلاة، تجد يعني تجد أمور كثيرة في أول شهر رمضان. فإذا انتصف الشهر بدأت العملية تقل شوية، فإذا جاء آخر الشهر اللي هو المفروض أفضل أوقات الشهر بدأت أيضا العملية تقل أكثر فأكثر. ليه؟ لأنه لم يعود نفسه على طاعة الله عز وجل قبل شهر رمضان. لذلك الإنسان يحتاج في هذه المرحلة، في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، يحتاج الإنسان أن يعود نفسه على طاعة الله عز وجل. طيب، ما هي العبادات التي يحرص عليها المؤمن فيما بقي قبل شهر رمضان؟ أولا أن يحرص على الصلاة فرضا ونفلا. يعني لا يليق بالإنسان إن هو يضيع الصلوات قبل شهر رمضان. لماذا يا أخوانا يحرص الإنسان أيضا على العبادة قبل شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان أو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنب في شهر رمضان هو أيضا سبحانه وبحمده ولا أحد غيره يغفر الذنب. الله عز وجل هو رب الشهور كلها سبحانه وبحمده، ورب الشهور كلها سبحانه وبحمده.
لذلك الإنسان يحرص على عبادة الله عز وجل قبل شهر رمضان، يحرص على عبادة الله عز وجل قبل شهر رمضان لسببين اثنين. السبب الأول وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة بن زيد، لما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا رسول الله، لما تصوم في شهر شعبان ما لا تصوم في غيره؟ يعني إيه سبب كثرة صيامك في شهر شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وعلى صلاة. فاحرص ألا تكون من الغافلين في شهر شعبان، احرص ألا تكون من الغافلين في شهر شعبان. وأيضا إن شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، فإحنا عندنا سببين: السبب الأول النجاة من الغفلة، والسبب الثاني أن شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، يعود نفسه في شهر رمضان. طب إيه هي الطاعات التي يفعلها الإنسان في شهر رمضان؟ أول شيء أن يحرص على الصلاة فرضا ونفلا، أن يحرص على قيام الليل ولو ركعة، يعني لو تصلي العشاء وتقوم تصلي صلاة الوتر والمغرب لو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، يبقى أنت كده عودت نفسك على طاعة ستفعلها في شهر رمضان. أيضا من العبادات التي يحرص الإنسان عليها رمضان أن يحرص الإنسان على ورد من الصيام إن كان يستطيع، إن كان يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل لا عدل له، وفي رواية لا مثيل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والحفاظ على الصلاة فرضا ونفلا، الحفاظ على ما يستطيع الإنسان من الصيام. الأمر الثالث الحفاظ على ورد من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حين عرف شهر رمضان قال: شهر رمضان الذي، أنت لما تحب تعرف حد تقول فلان فلاني اللي كذا، اللي ديت هي الذي في اللغة، تقول فلان ابن فلان الذي صنع كذا. ربنا سبحانه وتعالى حين أراد أن يعرف لعباده شهر رمضان بما عرف شهر رمضان، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع أنه هو فرض فيه الصيام، ما هي؟ لم يقل شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام وأنزل فيه القرآن، بل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر هو شهر رمضان فليصم. مع ان الايات في الاول بتتكلم عن الصيام: يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللي هو الشهر اللي جاي اللي انا هعرفكم رمضان الذي انزل فيه القران. فصار التعريف لشهر رمضان بان القران انزل به، ولذلك كان للسلف مع القرآن في رمضان ما لم يكن في غير شهر رمضان، ما لم يكن في غير شهر رمضان. كان بعضهم إذا جاء رمضان لا يفعل إلا أمرين: إما أن يصلي وإما أن يقرأ القرآن، يعني إما أن يصلي وإما أن يقرأ القرآن. وطبعا أحوال وأخبار الإكثار من الختمات في شهر رمضان كثيرة جدا، كثيرة جدا، أحوال السلف مع القرآن في شهر رمضان. فلذلك الإنسان يبدأ من الآن إن هو ينشئ علاقة مع القرآن من الآن، يبدأ يتصالح مع القرآن من الآن، يتصالح تلاوة ويتصالح فهما، يعني يتصالح تصالح التلاوة إن هو يقبل على القرآن في شهر رمضان، يقبل على القرآن في شهر شعبان استعدادا لرمضان، ويستعد أيضا فهما إنه لا يكون هم الإنسان أن يكثر من الختمات في شهر رمضان على حساب الإيه؟ على حساب المعنى وعلى حساب الفهم. هذا أمر مهم. إحنا عندنا الحفاظ على الصلاة فرضا ونفلا، الثاني الحفاظ على ورد من الصيام،
الثالث الحفاظ على ورد من القرآن. الرابع الحفاظ على ورد من الأذكار. الله عز وجل حين ذكر الذكر في القرآن الكريم قال سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لا توجد عبادة في القرآن الكريم مقرونة بالكثرة إلا الذكر، إلا الذكر، الإكثار من الذكر، ليس مجرد الذكر، لا، بل الإكثار من الذكر، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، أن تكثر من التسبيح والتهليل والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والتهليل لا إله إلا الله، أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذكر الله عز وجل. الأمر الخامس الحفاظ على ورد من الصدقة، على ورد من الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. بحنا عندنا 5 عبادات أساسية يحاول الإنسان قبل شهر رمضان أن يعود نفسه على هذه العبادات. العبادة الأولى الصيام، العبادة الأولى الصلاة فرضا ونفلا، والعبادة الثانية الصيام، والعبادة الثالثة القرآن ورد من القرآن، والعبادة الرابعة ورد من الذكر، والعبادة الخامسة ورد من الصدقة. هذه الأركان الخمسة أو هذه العبادات الخمسة هي العبادات الأصلية، الأصلية التي يشوق الإنسان بها نفسه للإقبال على شهر رمضان، على شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يعتبر الإنسان فيه بالمآل، يعتبر الإنسان فيه بالمآل. كان السلف إذا انتهى شهر رمضان قالوا: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. لذلك الإنسان لا بد أن يحرص أن يكون من المقبولين قبل شهر رمضان، إنه يحرص أن يكون من المقبولين قبل شهر رمضان. إزاي؟ إن هو يعود نفسه على عبادة الله عز وجل حتى إذا أتى شهر رمضان لا يكون كسولا. ممكن الإنسان يعني إذا يعني نسأل الله عز وجل أن يزيل الغمة عن المسلمين، إذا امتدت هذه الظروف التي نعيش فيها وما كانش في صلاة تراويح، ممكن الإنسان تضعف همته. يعني الجماعة أحيانا بتشجع حتى لو الواحد مش قادر بيتحمل على نفسه شوية يروح أي مسجد مثلا يعني متوسط يصلي فيه، لكن لما مثلا المساجد تمنع لازم الناس تفكر ان هي ازاي يعين بعضهم بعضا على عباده الله عز وجل في شهر رمضان. ممكن تلتقي بحد من اهل بيتك او من اصحابك وتصلوا معا صلاه التراويح، تشجع الاخت يعني اهل بيتها ان يصلوا صلاه التراويح معا، كي نحيي مثل هذا الشهر الكريم لكي لا يخرج شهر رمضان وقد خسرناه. هذا هو الذي يحذر منه الإنسان، أن يخرج من شهر رمضان من غير أن يكون قد استفاد شيئا من الحسنة. لأن شهر رمضان بمثابة كما قلت بمثابة المنحة التي يهبها رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. الله عز وجل وهب لنا شهر رمضان، فإن أبقانا الله عز وجل إلى شهر رمضان، إن أبقانا الله عز وجل إلى شهر رمضان فلا بد أن نكون من الصالحين، نصنع كما صنع أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. لما أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لئن أحياني الله عز وجل إلى غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما حضرت ما الذي حدث مع أنس بن النضر؟ وفى بعهده مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكرمه الله عز وجل. وجدوا فيه أكثر من 70 ضربة في جسده، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته إلا أخته ببنانه. يعني كان في علامة ظاهرة في أصبع أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه.
عرفته عرفته بهذا الأسبوع. فكذلك نحن أيها الكرام لابد أن نعاهد الله عز وجل، إحنا في كل بعد كل شهر رمضان آخر شهر رمضان نقول يا رب لئن أبقيتنا إلى شهر رمضان لنصنعن ولا نصنعن، فلابد أن نكون صادقين في العهد مع الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أرجع فأقول إن من أولى الأعمال التي يفعلها الإنسان في هذا الشهر فيما بقي من شهر شهرين، بقي حوالي 15 يوم أو 17 يوم أو 18 يوم، يعني بقيت أيام يسيرة في شهر شعبان، من أولى الأعمال التي تفعلها فيما بقي في شهر شعبان إنك أنت تحرص على عبادة الله عز وجل التي ستفعلها في شهر رمضان، إنك أنت تعود نفسك على العبادة. طب إيه العبادات التي تفعلها التي تنوي إنك أنت تكثر منها في شهر رمضان؟ المحافظة على الصلاة فرضا ونفلا، ثانيا المحافظة على الصيام، ثالثا المحافظة على القرآن، رابعا المحافظة على الأذكار، ومن الذكر أيضا الدعاء. وأنا نسيت إن أنا أذكر الدعاء، مع إنه من العبادات الأساسية التي نبه الله عز وجل عليها في ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على العبادة ديت، وعبادة تلاوة القرآن نبه عليهم هما الاثنين في ضمن آيات الصيام. في آيات الصيام في تنبيه على عبادتين أساسيتين، العبادة الأولى اللي هي القرآن، والعبادة الثانية اللي هي الدعاء مع الصيام طبعا، يعني الصيام اللي هو الفرض يعني، تمام. والأخير الحفاظ على الصدقة. هذه العبادات هي زادك في شهر رمضان، هي التي ستخرج منها في شهر رمضان بزاد لبقية العام. كما قلت في أول المحاضرة إن الدنيا بمثابة المحرقة، ففي ظل هذه المحرقة جعل الله عز وجل لنا الصلوات الخمس كأنها تطفئ هذه المحرقة اليومية التي يعيش فيها الإنسان. يبقى الصلوات الخمس مطفأة المحرقة التي المحرقة اليومية، وشهر رمضان مطفأة المحرقة السنوية التي تحصل للعبد. كأن الله عز وجل ينتشلك من الدنيا، يخرجك من هذه الدنيا، الله عز وجل سبحانه وبحمده يخرجك من هذه الدنيا إلى أن تعيش في أجواء الآخرة قبل، تتزود من التقوى ومن عبادة الله عز وجل لكي تكمل بقية العام إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبلغهم رمضان، وأن يعيننا الله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.